خلوني الاول اخد الماتش محمد عادل المشرف على الكره في النادي المقاولون العرب علشان نتكلم عن مباراته الاخيره مع الاهلي وكمان نتكلم عن قصه طاهر. باشمهندس محمد مساء الفل. اهلا مساء الجمال ازيك يا كابتن نائل. اهلا يا باشمهندس وحشني والله. الخير عليك وعلى سادة مشاهدينك. الله يخليك يا رب. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بالتوفيق دايما. الله يخليك يا باشمهندس. كان عندكم ماتش صعب مع الاهلي ولو ان انتوا قدمتوا مباراه كبيره الحقيقه. الحمد لله يعني كانت المباراة يعني يمكن الناس شافت الفرقة شكلها ايه والحمد لله يعني النتيجة طبعا طلعت الفرقة الأهلي 1-0 لكن احنا اللعيبة عملوا مباراة جيدة مفيش شك يعني. عندكم ماتش صعب مع الإسماعيلي اللي جاي. مفيش شك طبعا. بص الإسماعيلي الإسماعيلي كمان ظروفه صعب 4 ماتشات خسارة فيعني يعني الماتش الخامس هيبقى بالنسبة له مسألة صعبة جدا جدا فداخل بدافع قوي. كل ماتشات السنه دي الدوري اهو يا جد شايف النتائج لا كلها مظبوط مظبوط يعني مش عايز اقول لك صعبه مرعبه مظبوط كل النهارده انا بجيب الجدول اهو يعني الماتشات كلها صعبه جدا ما تقدرش ابدا تقول في مباراه مين هيقدر يسيطر على مين فيها او مين يقدر يكسب مين فيها لا فوق ولا تحت ولا تقدر تحدد الكلام ده كله دلوقتي وده برضه حلاوه للدوري المصري وقوه للدوري المصري. طب انتوا ظهور لعيبه كتير طبعا طبعا والراجل حتى مدير الفني المنتخب واخد عدد كبير من اللعيبه الجدد الحقيقه من الدوري المصري لكن خليني اسالك انه انت 4 مباريات ب 4 نقاط دلوقتي انت راضي عن ال 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 لا هو احنا طبعا مش عايز اقول لك ان احنا من وجهه نظرنا ان احنا اتظلمنا في ماتشين ماتش الجيش ايوه ضرب الجزاء بكل السادة المحللين الحكام الدوليين السابقين قالوا ضربة الجزاء اللي اتحسبت علينا وكل شافها ما كانتش ضربة جزاء ماتش الاهلي احنا لنا هدف برضو عشان اللغط بقى كتير قوي والكلام بقى كتير لان المحللين كلهم لو ما بيطلعوا في القنوات الفضائية أثبتوا أن الكرة هدف